طيب فاكهة مثلا برضو الدكتور بيقول الفاكهة فيها سكر كتير، ايه الفواكه اللي ممكن نعتمد عليها في الصيف بشكل كبير جدا يكون نسبة السكر فيها اقل من غيرها؟ بصي انا مش بحب امنع حاجه، لان الحاجات اللي ربنا مش خلقها هنمنع، ولكن يعني ممكن نسيب ايدنا شوية فيها اكتر من غيرها. انت عندك من 8 ل 10 ثمرات فاكهه وخضار، تمام؟ فلو فرضنا ان انت هتاخدي 4 ثمرات فخديهم اللي انت عايزاه. بس انا هقول لك على تريك المانجا لطيفه. بره الموضوع صح؟ المانجا خارج الموضوع. انا ده مش هقدر، انا لازم اكل مانجا. هتاخد مانجا وتين وبلح وعنب، الاربعه دول. بصي كل الفاكهه فيها نسب سكر بطريقه مختلفه، بس ازاي انت تاخديها، ازاي تاخدي الفاكهه وتنبسطي بيها وفي نفس الوقت ما تسببلكيش مشكله. انت ما تاخديش الفاكهه سكر لوحدها، دايما بحط الحاجات السكر مع بروتين. هاخد فاكهه مع بروتين، كوبايه زبادي، قطع الفاكهه كلي معاها كوبايه زبادي، فانت كده عملتي بالانس حلو جدا. كل اللي انت عايزاه، انت عندك 4 ثمرات فاكهه في اليوم او 5. طب مية على البطيخ عادي؟ عادي جدا براحتك. احنا قلنا بقى احنا لينا كميات، اي حاجه فوق الحد كلها هتتخزن ونجمدها فين؟ في البنك بقى. دهون، فاحنا مش عايزين نجمد دهون تاني. طيب اخيرا يا دكتور، احنا في الصيف، ويمكن واحنا حتى الناس اللي بتبقى مهتمه قوي بالرياضه وبالجيم بقينا بنسمع عن البروتين بارز ايا كانت انواعها، المشروب البروتين او الواي بروتين ايا كانت انواعه. الحاجات دي مفيدة ولا مش مفيدة؟ وبتفرق فعلا لو حد عايز سناك او ياكل حاجة خفيفة في نص اليوم، بتفرق فعلا ولا لا؟ طيب هقول لك، في الماركت دلوقتي وخصوصا بعد اللي حصل في الاقتصاد، فانا مش ضامنه اصلا الحاجات دي جايه منين. في حاجات كتيره بتبقى مش بروسيسد كويس، وبالتالي مخلوطه بحاجه فيها هرمونات، خصوصا الواي بروتين في الجيمات بتاع الولاد في جزء كبير منه مخلوط بالهرمونات، فده مش صحي تماما. وعايزه اقول لك ان على العكس، ان انت لما تاخدي قطعه البروتين، لو انت عايزه تزودي بروتين وهو جماوي بقى والدكتور قال له زود البروتين وليهم دايتس معينه كده، فانا افضل ان هو ياخد الاكل صحي كده زي ما هو الساندوتش تونه، ممكن يعمل ساندوتش تونه بعد الجيم، ممكن ياخد البروتين البيض او الحاجات دي، افضل كتير جدا من الحاجات اللي انا مش عارفه مصدرها دلوقتي ومش ضمناها في الماركت خالص، فانا ما افضلهمش تماما. وكمان البروتين بارز غاليه جدا، فيعني خليني اعمل في انواع مختلفه، يعني ايا كان حتى لو حد يقدر يشتريها، يعني برضو ما تبقيش ضمنها، لان في جزء كبير، ما انت الهاي كواليتي مش موجود في الماركت، لو موجود مناسب ممكن. بس ندي نفسنا قد ايه وقت كده بعد اجازه العيد عشان نوزن نفسنا؟ حضرتك قلتي بلاش نوزن نفسنا خالص دلوقتي، بلاش. يعني ندي مهله قد ايه كده؟ اسبوع عشان تطمن انت زدت قد ايه. يكون المايه نزلت، نكون عملنا كل التعليمات، ما خدناش سكر كتير، بعدنا عن العيش الابيض والحاجات المخبوزات والمعجنات، وقللنا بقى العصاير واتجهنا للحاجات التانية. هنحاول على قد ما نقدر نسمع كلامك دكتوره سالي.